السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم نتوما؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال اخواتي. نتمنى تكونوا على خير وبخير، نتمنى تكونوا في احسن ما يكون. المهم الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نعاود نذكركم البنات، هذاك الايفنت غيكون نهار 23 في شهر 11، غادي تكون فيه الحنايا وفاء، غادي يكونوا فيهم اكتيفيتي ديال الدراري، غتكون فيهم مريم، واش غنقول لكم، مريم اللي عندها التريتور، عندها الدي جي، غادي دير الاكل حتى هو المالح. غادي ان شاء الله يجيو الناس، راهم تواصلوا معايا البنات ما شاء الله تبارك الرحمن، ها اللي باغا تبيع، ها اللي باغا دير ديسير، ها اللي باغا تجي تحط باش تبيع الحوايج، ها اللي ما شاء الله تبارك الرحمن. انا عارفه راسي ما غاديش نخيب، وربي معايا والناس كيبغيوني وحنا كنساعدوا مع بعضياتنا. مهم ما يكون غير الخير، الدخله فابور غراتوي. انا غادي نخلي لكم من بعد في اخر الفيديو غادي نخلي لكم العنوان، وغادي نخلي لكم كل شيء، واللي بغات تستافد اكثر تدخل عندي يوميات مغربيه في المانيا، واللي بغات دير اشهار لمنتوجاتها 0151 81 95 25. اخواتي نذكركم دائما، نبقى نذكركم ان شاء الله، راه الايامات الله يستر كطير. مهم الغزالات ديالي كيف ما قلت لكم غتكون الافاده والاستفاده، غتكون كيفاش كيدخلوا الدراري، كيفاش كيتنقلوا من مدرسه لمدرسه، شنو هي المدرسه اللي مزيانه، الاوس بيلدونغ واش كيخلصوه لك الدوله ولا كتخلصيه انتيا، واش كيفاش شنو كدي. مهم بزاف د الحوايج حيت هما عندهم اكسبيريونس، هما راهم قاريين وشادين لا ليسونس ديالهم وكملوا في بخهم هنايا، يعني عندهم تجربه اللي هي كبيره بزاف، غادي تستافدوا ديال بصح. غادي يكونوا مسابقه الوليدات، غادي يكونوا بزاف نتاع الحوايج. مهم اخواتي الكريمات، اش غادي نقول لكم؟ رانا خرجت البالكون، عرفتوا علاش؟ اجي نوريكم علاش. الناس ديالي انا دورت لكم الكاميرا، عرفتوا علاش؟ حيت شفشاوني. يلا غنكملها اليوم، غنشوف انا غادي نبدا فيها. كملت هو هذاك ما قديتش، لان ديك المره البنات درت جوج ديال لي فليت وكتخدمي السبعان ديالك، عرفتوا يدي سمحوا دايرين بحال هكا، ما قديتش البنات نهائيا نحركهم. ايوا اختي شفشاوني على سلامتنا، غادي تكمل ان شاء الله اللي قديت عليه غنكملو، ما قديتش عليها اختي غنحطو تيكملوا ليا الزوج ديالي. مهم الغزالات كيف ما كتشوفوا معايا، كل مره كنصاوب بلي حويجه يعني هكا في داري، كل مره بانت لي شي حاجه كنبدل. الانسان رحنا عايشين في الدنيا، الدار هي اللي كنكونوا فيها حنا العيالات، كديري فيها حويجه باش كترتاحي، باش حتى انت كترتاحي نفسيا، كتدخلي لدويرتك هي قالك يا داري مستر عار. المهم البنات اليوم غادي نكملوا هاد الشفشاون هنايا باش غادي تجي ان شاء الله كيف ما قلت لكم المعلم غدا ان شاء الله، ان شاء الله الله يحيينا غادي يكون هنا عندي مع الصباح، غادي يقاد ليا كلشي ان شاء الله. غادي نجي غنجبد حتى المرايه، غنقول راجلي يقول له يعلقها ليا الا عنده الشينيور يجيبو معاه واقيله باش يعلق ليا حتى المرايه ديك المدوره البنات، باش تشوفوا معايا الديكور كيفاش غايجي. البنات غادي نبداو، غادي نبداو اخواتي الكريمات. اختي دويرتي ملي كنقادها كنحس بالراحه البنات، شكون بحالي يا اختي. هانتي اختي على الشفشاون، اختي 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 كان عليا نجيبو مغلوق باش غير ندير ليه رشه وحده من الغراض. ها انتما البنات شوفوا، عرفتوا البنات كاين واحد البرد، كاين واحد سميمو دابا يضربني البرد ونبقى كنكح عاوتاني، تبقى حاصله في راسي البنات. ها انتما البنات انا غادي ندير معكم غير شويه ديال الاجواء الصراحه، لان هذا راه ما نقدرش عليه. ديك المره عرفتوا البنات صبحوا يدي انا هكا شنقول لكم، ما قدتش نحلهم لان خدمت باليدين، يعني العضلات ديال اليدين مول فاش كتخدمي. حنا اختي مول فين كنخدموا داك الشغل بالدار، نصحوا الكوزينه نديروا الغداء، ديري البنات المجهود بزاف باش ديري واحد الحركه، يا كانت في الرجل يا كانت في اليدين يا فين ما كانت. نايم دانك شو ماما جابت لي ليكات بنتي. واش راه ماشي ليكات، راه اختي راه اليدين اللي فينا هما اللي حنا تعوقنا. صافي لا في راي البنات، هانتوما اختي حنا راه ولينا هنا بالنايل، ولينا كنصبغوا، ولينا اختي كنديروا كلشي والله العظيم. الراجل دار ليا هاد الالوان ديال المدرسه، ايوا خلاني مشيت البنات للمغرب وبدا يدير ليا صف خضر صف احمر، مدرسه بريفي هادي. قلت ليه شد هكا خويا على هاد قوز وقوزه حنا داير ليه هنا، ما عنديش انا مدرسه اخويا اش هادشي هذا، انا هاتي الالوان. ايوا اختي ملي مشينا للشفشاون كيما قلت لكم للشمال، تحيه للناس ديال الشمال، اختي قلنا نديرو واحد البصمه عندنا هنا في الدار، عاوتاني ضربني في الخوان نقدر العام الجاي ندير حاجه اخرى. المهم ما كاين ما
البلاد كلشي موجود، اللهم لك الحمد. المهم انا نعيشكم شويه الاجواء باش حتى نتوما ما تقنطوش معايا، اللي عكزان على شي قنط نوض ديرو، اللي عكزان على شي حته تصبغه ندير لكم زعما غير شويه نتاع الكوراج، فهمت؟ هانتوما البنات، انا ما بغيتش نجيب الرولو. بالنسبه لي كتقول لي علاش ما جبتيش الرولو، انا اختي ماشي ديال الرولو، ما عنديش الكتاب ديال الصباغه، المهم ولفه نصبغ، كذوب على سيدي ربي حرام. انا اختي بركة هي غير هاد الفليت هذا وعاجبني الحال وحاسه براسي بحال ما عرفت شنو درت. نكمل شي شغل على برا غنجي لداري غنلقى داك الشيء مسالي ناضي منضي، غادي نكمل معكم الفيديو هنايا البنات. شوفوا اول حاجه هاد الشيمينيه غادي نقلعها، انا كنت قلتها لراجلي قلت له الا صوبنا هاد البلاصه هادي غادي نقادو هذا كومود اخرى. علاش؟ حيتاش هاد الشيمينيه هو كان شافني يعني عجبتني، وانا كيعجبني بحال هاد الشيء هذا، تعرفي كنديرو حتى في التلفازه، وحتى ملي كنبغي نترولاكس البنات في داري كنديرو كنطفي الضو كنجلس كنشوف غير في 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 في, في هاد العافيه هادي. كيجي كيقول لي دابا دخلت عليك بالله هاد الشيء هذا شيعجبك فيه، اشنو هاد الشيء هذا؟ كنقول لي انا كنرتاح، ما كنبغيش الضجيج نهار كامل وانت مع الدراري وانت مع الغوات وانت مع الخروج، كنبغي نتكالمو وندير مثلا شي حاجه في تليفوني، شي فيلم، شي قصه، وديك الساعات نبقى نتسلط ومرتاحه، فهمتوا شكون اللي بحالي البنات. المهم الغزالات ديالي دابا هذا فاش قلت لي غادي تصاوب دابا نتايا هذا الحيط، هذا ما ردوش لان غادي نديرو الديكوراسيون، ما يمكنش غادي تقبع عاوتاني تركب عاود حتى نبغيو نجيبو نركبو. انا وريته واحد ستيل قلت ليه شوف بغيت بحال هاد لاكومود هادي راه عجبتني، وهذيك هي اللي غتجي مع الديكوراسيون ديال هاد الحيط ديال هاد الديكور ديال التلفازه. قال لي واخا بنت الناس ان شاء الله، انا راجلي مسكين الله يرضي عليه، مرضي يا اختي مرضي، الله يرضي عليه الله يحفظه، قول اعوذ بربي الفلق، مسكين مشى خداها ليا، خداها ليا حتى كنلقى حل الباب. و قلت لي شنو هاد الخشبه هادي طويله عريضه شنو هادشي هذا؟ قال لي هذيك الكوموند اللي كنتي بغيتي رانا خديتها لك. لا قلت لي الله يرضي عليك السي زماني الله يحفظك لي. الله يرضي عليك شكرا لك. هذيك لا كوموند كتجي زوينه وكل واحد كيشريها في اللون ديال داك الريتم ديال الديكوراسيون اللي داير، انا دايرها على حسب الريتم ديال الدار والديكوراسيون، فهمتوا البنات؟ اجي نوريكم عاوتاني هاد 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 السينتا هادي اللي عندي هنا البنات بيضاء، هادي البنات كلها غادي تحيد لان البنات عذبتني هاد السينتا، غنحيدها كامله ديال الدار، من بعد غادي نمشي دابا للبيت نوريكم. هاد السينتا ديال الدار كلها غنحيدها، علاش البنات داروا لي سينتا بيضاء وانا عندي البنات وكان ايام نجفف وكتغبر، وانا من داك النوع اللي كيحل البالكو واخا كيكون البرد الصباح كنحلو، نكون في الدار واخا يكون السم كنحلو باش الدار كتهوى وكيدخل كتعجج، هادشي كيتعجج. دابا شتي حتى الا شافوا شي حد يقول لك هادي راه ما كتجفف ما كدير حتى شي حاجه، وهي هذيك السينتا البيضاء مصيبه. شنو درت دابا؟ راجلي الصباح مشى قال لي اين لون بغيتي ندير لك ديال ديك السينتا، مشى خدا ليا بحال اللون ديال لامينات ديالي، قلت ليه بحال لون لامينات. انا غادي نوريهم لكم وغنقول لكم شنو غيدير ليا. دابا انا ديك الدخله ديال الباب داير لي فيها الكاغيط، وبغينا نديرو لها حتى هو داك القبز هكا من الفوق باش يجي داك الشيء متيول مقد زازلوز. ايوا جي نوريكم الديكوراسيون البنات اللي غادي اللي هذيك ديال السينتا لتحت اللي غادي صايب باش نبدلو عاوتاني حتى الجو، مابقاوش غير في الصالون اختي، تعالي مشي اختي للصالون الصغير. البنات ضحكتني بنتي، مشيت للبالكو تبعوني، عرفتوا علاش خرجت من البالكو؟ دخرجوا معايا، هاني لابسه الجاكيطه هاني ما لابساش الجاكيطه وغيمرضوا لي ونحصل فيهم، خليته تما خلي حتى يكون باهم مساعي وكمل داك الحيط. انا درت معكم غير الاجواء باش ندير فيكم انيمو، هذا هو كلشي. المهم البنات غادي نوريكم شنو خدا زماني عمار صداري، خدا ليا هذه اختي البيرزاتشي. البرزاتشي اخوتي هانتوما اخوتي هانتوما، هادي بغا يديرها في الدخله، قالك نديروها في الدخله ديال الباب الفوق بحال هكا، غادي تجي بحال هكا الفوق في السقف ديال الدخله ديال الباب باش كيعطي واحد الديكور زوين. البنات خدا ليا خدا ثلاثه على حسب، هادو راه غيدير منهم وغيشيط الخير، واللي غادي ندير البنات للدار هادو راه خداهم في تيدوكس، راه كاينين في بوكو كاينين في هورنباخ اختي كيشوي. المهم اللي بغات تمشي
تاخذهم كوكو ولا تيدوكس. راه هو هذا، هذا بلاستيك ماشي 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 الفرشي. الفرشي انا دايره الفوق بحال القفص دايره في الصالون، وهذا هذا اختي البلاستيكو. غنوريكم اللي غادي ندير البنات الارضيه، هذا هو اللي غادي ندير الارضيه، لان ما نكذبش عليكم هذاك الابيض غلبني هو وانا راه البنات راه والله العظيم انا راه كنجفف ونعاود ونجفف ونعاود، ولكن راه الابيض في الارض راه مصيبه كارثه عظمى. انا ما نصح حتى شي وحده دير هذيك السينتا يا اختي، وكان غير جليج مخيره يا اختي الجليج وكتشديه وتحقيه بديك الشيته، ولكن اختي هذاك هذيك السينتا البيضاء راه مصيبه كحله، ما ديروهاش كاع في الدار، ما يضحك عليكم حتى شي حد اختي، فيها تماره ما كاين غير الحكام، حنا ما كنحكوش حتى راسنا ونقيلو نجريو مع ولادنا ومع الدار. تزيدي عاد قلت ليه وزايده عاد هم هذاك كل مره نهبط على ركابيه ولا خصني ندير الماء، ولا جيتي ديري الماء وتحكي عاوتاني بالشطابه كارثه كيتنفخ لك عاوتاني هذاك لوك لامينات حيتاش ديال الخشب. قلت لي اخويا انا ما قد شيء على تماره، نزيد تماره لراسي هذا، والله انا مش شحال هادي وانا قايلها له. دابا لامينات خديت هاد الجناب هادو بحال اللون ديال لامينات ديالي، هانتوما هما هادو ها هما خداهم، وقالوا واش دايرين 6 اورو الوحده واش دايرين 5 اورو الوحده. هنايا البنات خدا هادو كاملين ها هما، ايوا يا لالا. وهنايا كيف ما كتشوفوا راه غادي تشوفوا الطابلو وغتشوفوا السلعه، حيت كلشي حاطاهم هنايا. كيفاش غادي يجي المعلم؟ خصني دابا انا نشوف هاد الكوادر هادو اللي جايبه بحال هادو. البنات الله يرحم باكم قولوا لي بحال هادو فين غنحطهم؟ راه انا تلفت ودخت، بديت كنشري وكنحط ودخت، ما عرفتش هاد الشيء فين غادي نديرو. قولوا لي هاد الشيء فين غنديرو، حيت التلفازه غيكون فيه واحد الديكور خطير ان شاء الله، الله يحيينا. وهذه قولوا لي بحال هادو اللي شفتو انتم عندي قبل، قولوا لي هادو افين غنديرهم قولوا لي الله يرضي عليكم. بنتي البنات قالت لي ماما ديريها هنا. لا بنتي هاد البيت هذا لقيتيني انا كنهضر انا وراجلي، هاد البيت هذا اللي فيه هاد السدادر هادو البنات، هادو راه من بعد غادي نردو صاله روميه غندير فيها فوتوي، وهذاك هذيك التلفازه اللي كتبان لكم اونفاس غادي ترجع هنايا، وغادي يجي فوتوي ال هذا حتى هو ملي غنوصل له غنكركب عليا هاد الشيء هذا، وغندير فوتوي رومي وغندير طويبله روميه وغندير كل شيء هنا رومي، وغنقد هاد البلاصه غنقدها زوينه حيتاش صغيره وفيها لسباس صغير، اي حاجه درتيها فيها كتبان زوينه، وغادي نبقى نجلس فيها، لان هذا البنات ما بغاوش يجلسوا لي فيه بناتي، راه هذيك الصاله البنات والله العظيم البنات الا ولينا كناكلوا فيها، كيقول لك حنا ما نجلسوش هنا، علاش؟ حيتاش دابا جاي السداري مع السداري ما كاينش لي سباس، كيبغيو ينوضوا غير يلعبوا غير يخلفوا، كتقول لك ايوا ها الطبله هنايا فين نحطوا رجلينا، لهذا ولينا كناكلوا تما. دابا درت انا وياها ان شاء الله منين نكملوا من تما ان شاء الله، الله يجيب الرزق، من بعد غادي نديرو هنا فوتوي، وغادي نقاد هنا هاد البلاصه ونحدقها، هاد البلاصه تكون كامله خاويه، يجي غير واحد الفوتوي صغير هكا اللي غير فين نجلس، ولا منين نبغي نترولاكسا مع راسي، نبغي ندير معكم فيديو، نبغي نفطر، نبغي نتغداو هنا. من بعد عاوتاني ان شاء الله باغا ندير شي صالامونجي واعره. راه البنات اللي كيسولوني كيقولوا لي البنات اسماء علاش ما درتيش صالامونجي؟ صالامونجي ساهله، ولكن انا بغيت شي حاجه عاديه، انا بغيت صالامونجي تركيه خطيره، بغيت دوك الصالات الواعرين، دوك لي صالامونجي الزوينين، وانا كنصبر على رزقي. قالك اختي بالصبر يتكال ودنجال، انا كان بالمهر كيتكال ودنجال، ما كنبغيش نشري، انا هي ساكنه في هاد الدار بالخاطر والشهوه، وعجباني البلاصه وكلشي الحمد لله مرتاحه، وعطاتني هاد العتبه ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني مرزاقه. وانا ما انا كنبغي ندير في كل بلايصه كنفرشها بكل حب، كنفرشها من قلبي حيتاش الدار عجباني فهمتي ومرتاحه فيها، لهذا الغزالات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا صالامونجي، انا باغا ندير شي حاجه مفرقعه، باغا ندير شي حاجه واعره، شي حاجه اللي في بلاصتها، ما بغاش صالامونجي راه غير 300 يورو تمشي تجيبي صالامونجي وتحطيه، انا ما بغيتش ديال 300 اختي. انا اختي باغا راجلي يخوي لي بزطامو. ايوا راني جالسه كنهضر مع لا كومود ديالي وفرحانه بيها وكنغني ليها، ايوا يا اختي وهي طيح لي على رجلي فرعتها لي. ها انتم البنات هذه هي صالامونجي. اويلي على صالامونجي مشيت معكم على صالامونجي. كنت غنقول لكم واحد الحاجه بعدا،
دابا انا مشيت للبنك وتبعوني بناتي، جيت نصور في الصالون تبعوني بناتي، ملي خافتني بنتي نقول لها علاش تابعاني قالت لي ماما كيعجبني نتفرج فيك، وراه السكينه جالسه هنا حدايا وكتفرج فيا. البنات هذه هي لا كومود اللي ان شاء الله شحال ثقيله كنهز التقره ما كنحشمش. هذه هي الحبيبه ديالي لا كومود زوينه ديالي ان شاء الله اللي غادي نديرها تحت التلفازه اللي غادي تجي فريمون خطيره. اصلا هاد الستيل بحال هكا كيف ما كان نوعو كيجي واعر. هذيك الديكوراسيون اللي كدور دابا حاليا كتجيب هاد لا كوموند يا سلام. دابا غير هذيك الشيمينيه اللي ما عرفتش فين غنديرها لان هذيك اللي انفصل الباب عامره. هنايا كاين داك الكوموند ديال منها صبابط منها ديكوراسيون. الفوق عندي واحد لسباس صراحه كيقول لي واحد الراس ديريها حدا الثلاجه من لهيها وندير لها هكا شي مرايه ولا شي لعيبه. اصلا عندك البلايصه خاويه ونقادها وتجي زوينه. ومهم انا وراسي مهم حتى نشوف. مهم الغزاله ديالي كيف ما كتشوفوا قلت حتى انا نوجد معاكم وحتى انايا ندير فيكم الحماس. عرفتوا علاش البنات؟ حيتاش بزاف ديال البنات اللي دخلوا عندها اسماء ديك البرا ها اسماء الله يرضي عليك غادي تهرس اختي بلاتي الحبيبه ديالي المرضيه ديالي بلاتي اختي. حيتاش البنات بزاف اللي فاش قلت لكم غنبدل الديكوراسيون كيقولوا لي البنات اسماء ورينا الديكوراسيون راه حمستينا راه تا انا يا رانا مشيت ورانا شفت الخشب شحال داير وتا انا بغيت ندير وما تعطليش. ولكن البنات ما تزربوش ساينو خليوني ما ربما تعجبكم شي حاجه عندي. هنايا البنات عاوتاني مشى الصباح الاكسيو ها ما دانيش معاه يديني معايا الخويلو جيبو الله يرضي عليا اختي اكسيو اختي داير لنا السحور. ها انتم جاب هاد السينتا هذه هو اللي جابها حق مولانا شي اختي راجلي راه حتى هو عنده الافكار. هذه البنات كتخدم قال لك حتى بالواي فاي. ها انتم كبيره هذه غادي تكون دايره ما عرفتش شحال دايره كاع ما عرفتش شحال تكون. ساينو نشوف لكم البنات هنا ليد شحال داير سمارت. هذه البنات دايره 25 اورو و95 25 اورو و95 علاش؟ لانها كتكونيكطا مع الواي فاي وكبيره وكاين فيهم الرخص وكاين فيهم الصغار. هذه 25 اورو و95 قولوا 26 اورو. هذه البنات غادي تجي مور ديكوراسيون ديال التلفازه بواحد الطريقه عجيبه غريبه. حتى السيد اللي غادي يصاوبها لنا يعني مولف كيدير هذا الشيء يعني بروفيسيونيل يعني هو اللي كيدير هذا الشيء هذا يعني ماشي كيحشي راسو في كل شيء لا هو اللي كيخدم داك الشيء. وعندكم البنات هذه باش غادي يلصقوا ليا باش غادي يلصق داك السينتا هكا الفوق هذه البيضه وباش مني غيحيد ليا هذوك ديال الدار كاملين دوك البيضين. هذا هو داك المعجون ديالهم باش كيلصق البنات. ها شفتوا البنات موح عليكم خليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد الله يحفظكم والله يسهل عليكم الله يسر لكم وحتى تعطوني ارائكم اخواتي وباي باي.